أعزائي المشاهدين، في رحلتنا في الحياة دايما بتصادفنا قصص كتير، مواقف كتير، حاجات كتير جدا. طيب زي ما طلعنا كده من الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، التعامل مع الشخصية النرجسية أو التعامل مع الشخصيات اللي بتسبب لنا أثر نفسي أو أثر بيبقى مكمل معانا شوية. طبعا لما بنتعامل مع شخصية عندها اضطراب أو عندها مشكلة، وارد جدا إن احنا يبقى عندنا انفعالات كتير، وارد جدا ان احنا نخرج عن شعورنا زي ما بنقول. طيب لما يكون معانا حاجة زي كده ويكون معانا الداء اتكلمنا فيه والدواء واستكمال المرحلة اللي هو عشان نوصل لأفضل درجة أو نوصل لأحسن حاجة، صدف معانا ان احنا طبعا لينا صديقة عزيزة من أصدقائنا الأعزاء، وطبعا شخصية مش بس على الصعيد المصري، لا على الصعيد العربي، حققت نجاحات جوه مصر وبره مصر. فمعانا النهارده طبعا كاتبة كتاب قصص الحياة اللي هي مقدمه لنا اهداء النهارده، استاذة رانيا محي، لايف كوتش وكاتبها. استاذة رانيا ازيك، الحمد اخبارك لله. ايه؟ الحمد لله عايز اقول بخير. لك بقى استاذة رانيا شخصية هايلة جدا، حد من اللي انت ممكن تقعد تسمع له بس. ميرسي جدا يا رب. ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله، شرفتينا. ميرسي. اولا كاتبة رانيا محي، عملنا كتاب اسمه قصص الحياة، عبارة عن قصص واقعية هتعلمنا فيها يعني ايه معنى الانسانية. بس في حاجة تانية عايز اعرف، لايف كوتش، ايه لايف كوتش؟ سؤال مهم جدا وبتسأله كتير جدا. اللايف كوتش هو ببساطة الجايد اللي بيخلي الواحد انه يقدر يوصل لهدفه. احنا في حياتنا الحياة بقت صعبة جدا، دوشة جدا، زحمة جدا، محتاجين ان احنا حد يبقى الجايد بتاعنا. هو ده وظيفة اللايف كوتش، انه بينور له الطريق زي اللي ماسك كشاف بالظبط، وهو لوحده بيساعده انه يوصل لاهدافه في حدود امكانياته طبعا. ده المعنى المختصر لللايف كوتش. ليه مهم وليه دايما احنا محتاجين؟ لان وده دايما اللي انا بسمعه واللي الناس دايما بتقول لي، اول حاجه احنا محتاجين حد يسمعنا، اي حد على اي مستوى، من الطفل للحد الكبير محتاج ان حد يسمعه. فدي اول حاجه. فاللايف كوتش لازم يبقى مستمع جيد جدا جدا جدا، ويكون يعني صبور. تاني حاجه انه لازم يخلي اللي جاي له او اللي عايز مساعده او ارشاد ان هو اللي لازم يوصل للهدف بتاعه. مش يعني ما ينفعش يقول له روح اعمل كذا، ما ينفعش اديله وصفه اقول له خد اعمل كذا، ما ينفعش روح اعمل كذا او اقطع العلاقه دي او كده. لا، المفروض انه بيشتغل على طريقه التفكير. هو ده الاساس. تغيير طريقه التفكير بتغير حياتنا تماما تمام، وبتخلينا نوصل للاهداف بتاعتنا. ده يعني المعنى باختصار. طب دكتورة، احنا طبيعي كشعب مصري كسيدات، هنتكلم عن السيدات اوكي. طبعا بنقوم من الصبح من اول اليوم لاخر اليوم ضغوطات ومشاكل واولاد وبيت وشغله، ايه اعرف ازاي اسيطر على اعصابي وعلى مشاعري وعلى تصرفاتي حتى مع الاولاد؟ ما بقدرش، بيجي علينا وقت ممكن خلاص من كتر المشاكل او من الضغوطات اللي هي بتحصل لنا مش قادرين نتصرف، مش عارفين نتصرف ازاي، ممكن نتصرف تصرف وفي الاخر نندم عليه ان احنا عملناه. ازاي اعمل كنترول على نفسي في حاجه زي كده؟ بالظبط هي دي النقطه، ازاي تقدري تعملي كنترول. انا مش هقدر اعمل اي حاجه او افكر بطريقه كويسه او اتعامل مع اي حاجه بتقابلني في اليوم من الصبح لغايه ما انام غير وانا مسيطر على تفكيري. هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. احنا بنعمل انواع مختلفة من التدريبات، بنشوف الاول الضغوطات دي ايه. لازم نقعد طبعا مع اللي بيجي مثلا يتكلم عايز ايه بالظبط. طبعا تايم مانجمنت دي اول حاجة لازم بنشتغل عليها. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نشيلها خالص ونركز في حاجات تانية؟ الاولويات مهمة جدا. اكتر من حاجة بنقدر نعملها، يعني مثلا في ناس بنشتغل معاهم بطريقة التأمل والميديتيشن والحاجات دي علشان يبتدي يهدى، بيبدأ من حتى من التنفس يعني، ولغاية ما يبدأ ان هو يركز فيقدر ان هو يسمع او يعرف ايه هي المشكلة عشان يقدر يعالجها. وفي حاجة نقطة مهمة زي ما حضرتك قلتي للستات ولأي حد بصراحة، ان الواحد بيصحى الصبح
مش عارف يعمل ايه ومتأخر بول، مش المفروض انه يصحى كده. طب ايه الحل؟ الحل انه يفهم كويس ان احنا مش مع السباق مع الحياة، احنا بنعيش الحياة دي. فان انا لو صاحي وفاكر ان انا كل حاجة هتبقى كنترول، ده غلط. لا، انت بتتعايش مع الحياة. مش مطلوب منك انك انت تنجز كل حاجة انت عايزها في اليوم ده، لانه مش هيحصل وبالتالي هتصاب باحباط. لا، انت المفروض تكون شايف ايه الاولويات، تحدد 5 حاجات 3 حاجات من بالليل وتقوم تظبط الحاجات دي. ما ينفعش ان انت تصحى على اخر وقت، ما هو بس ده برضو ناتج انك لازم تنام كويس. فهي حاجات ليها علاقة ببعض، كلها مرتبطة ببعض. ولكن النقطة المهمة اللي دايما بنقولها للناس انه انت مش مع سباق مع الحياة، انت مش ضد الحياة، انت مش لازم كأنك في خناقة مين اللي يكسب. لا، هي الدنيا مش كده. الدنيا ماشية وانت بتتعايش معها، شوية فوق شوية تحت. وطول ما حياتك فيها يعني مشاكل ومطبات ونجاحات وفشل وكل حاجة، ده معناه it's active life، دي حياة. دكتور، كنا اشتغلنا فترة مع بعض على حاجة اللي هي coach yourself. coach yourself اللي هي كانت إدارة الذات أو قيادة الذات. ادينا كده الطلعة بتاعتها منين؟ دخلة. اوكي، إدارة الذات بتبدأ من حاجة بسيطة جدا، ان انا المفروض ان انا اقعد مع نفسي على الاقل لا يقل عن 10 دقائق يوميا. خلاص، ده من يعني لو حد مش قاري ولا فاهم، ما كنتش بلعب فيهم في الموبايل، لا خالص، لا ولا اي حاجه خالص، ولا موبايل ولا اولاد يعني مش ممكن، مش هتلاقي 10 دقائق. ف10 دقائق فتبدا ان انت المفروض تقعد في مكان هادي او ما فيهوش دوشه، مش لازم موسيقى ولا صوت البحر ولا كل الحاجات دي، بس على الاقل ما تبقاش مشوش. تبدأ انك انت تقفل عينك، وبعدين تتخيل ان الافكار، هتلاقي في الاول كل الافكار بتيجي في دماغك، زي مثلا يعني طبعا مش وجه المقارنة، زي لما الواحد مثلا بيركز قوي في الصلاة فممكن كل الحاجات اللي قلقاه يفكر فعلاً فيها. هي نفس الفكرة. فانت يعني كأنك نوع من الخشوع شوية، انك انت هتبتدي في الاول زحمة زحمة في الافكار وحاجات، خلي فكر فيها، ما تخافش يعني، مش تقول لا انا مش عايز الفكره دي، لا فكر فيها وخليها تمر، يعني حس كده ان هي بتمر من راسك لغايه رجلك. كل يوم بالتدريج هتلاقي ان معدل الافكار والحاجات اللي بتفكر فيها بتقل. جميل. فدي اول حاجه مثلا انت ممكن تبتدي تعملها. بعد كده بتبتدي ان انت تكتب قبل ما تنام واول ما تصحى من النوم ايه الحاجه اللي بتفكر فيها، يعني قبل ما تنام على طول في نوتة صغيرة كده، انك انت ايه الحاجات اللي وبس، وخليها جنبك. طيب. وتبتدي بعد اسبوع مثلا تشوف ايه الحاجات اللي بتتكرر. كم خطوة؟ لا، هما خطوات كتير يعني، بس مثلا دلوقتي خليني هقول اهم 3 خطوات. اول حاجة اللي انك انت تصفي ذهنك على الاقل 10 دقايق في اليوم. تاني حاجة انك تكتب الحاجات اللي قبل ما تنام وبعد ما تصحى من النوم في ورقة أو يعني نوتة، وطبعا يحبذ إن هي ما تضيعش وتفضل دايما معاك. تالت حاجة إنك تحاول ولو لفترة صغيرة جدا إنك تعمل بوز، عارف لما بتعمل بوز كده لأي حاجة بتعملها في حياتك، لفكرة، لشغل، يعني إدي نفسك وقت قبل ما ترد. ده تدريب بسيط جدا. في كان عالم كبير كان بشبه الموضوع ده، إن إحنا ليه ان احنا مش عايشين بالطريقه اللي ان احنا بنقدر نبسط نفسينا. طبعا الغرب مختلفين شويه كتير، فلقى انه ان الناس كلها متخيله ان كل افكارها ومشاعرها هي لا، انت افكارك ومشاعرك دي حاجات كتيره جدا. حضرتك عارف طبعا الموضوع ده، كنا اتكلمنا فيه، انه ان احنا مش عايشين بالطريقه دي علشان بطريقه صحيحه، علشان الكتاب بقى قصص الحياه اللي احنا طبعا شفناه خلال الفتره اللي فاتت، كان نازل في معرض القاهره.
طبعا انا بنصح الساده المشاهدين كتابنا، انا بص الخلفيه بتاعته شكلها جميل ازاي، وهو نازل قريب ان شاء الله في اقرب ايفنت هيكون موجود. طبعا ارقام التليفونات الخاصه باستاذه رانيا محي موجوده على الشاشه، اي حد يحب يتواصل معاها، هي بتقدم استشارات، وان شاء الله ربنا ييسر الحياه وتكون معانا حلقات كتير ان شاء الله. مش هينفع بقى حلقه واحده ولا اكيد كده، احنا داخلين لسه ما خدناش كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. ان شاء الله هي معاها خطوات كتير هتقول لنا عليها. تفاعلوا معانا بقى على صفحاتنا وعلى صفحاتها على الفيسبوك. كنت معاكم النهارده محمد الشاذلي واستاذ ابري، مستنيينكم، مستنيين ارائكم، مستنيين اسئلتكم علشان نعرف نجاوب عليها ونوصل ليكم باسرع وقت. تحية منك بقى للجمهور. ميرسي جدا، واتشرفت جدا معاكم، وان شاء الله دايما نتواصل. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم.